السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية تاسع. اليوم إن شاء الله رح أعمل مراجعة لدرس بادئات النظام العالمي للوحدات، ورح أدخل في الصورة العلمية لكتابة الأرقام. أول إشي يا تاسع رح أذكركم، لما حكينا الدرس الماضي إني بس أحول البادئة إلى الصورة العلمية للوحدة الأصلية، شو بنعمل؟ نضرب بالعامل الأسي للبادئة اللي حكينا مثل الميجا، الجيجا، الملي، الديسي. هلا رح نحل عليهم أمثلة. وعند التحويل من الصورة العلمية إلى البادئة، يعني بالعكس، الصورة الأصلية اللي عندي للبادئة رح نقسم على العامل الأسي. رح نأخذ أمثلة عليها وكيف طريقة الحل. مثال خارجي، طبعا هذا المثال مش بالكتاب، الكل يكتبه على الدفتر. حول كل من 42 ميجا هرتز إلى هرتز، نحول من ميجا هرتز إلى هرتز، يعني من بادئة إلى الوحدة الأصلية. بكتب مثل ما حكيت لكم يا تاسع، من بادئة إلى الصورة الأصلية، عشان أعرف أضرب ولا أقسم. من بادئة إلى الصورة الأصلية، أول إشي أنا شو اللي عندي؟ بادئة. إيش العامل الأسي؟ بروح على جنب على السريع زي ما قلت لكم، تكتبي أنا عندي ميجا، بكون عارف إن هالميجا تساوي 10 أس 6، بحطها بقوس. بادئة إلى الصورة الأصلية، الموجودة عندي بادئة والصورة الأصلية الهرتز والميجا، أنا بعرف إن 10 أس 6، وحكيت لكم من بادئة إلى الصورة الأصلية شو بنعمل؟ بنضرب، يعني 42 ضرب، بضرب بإيش؟ بالعامل الأسي. قديش العامل الأسي عندي؟ 10 أس 6. بكون هيك وصلت ل 42 ضرب 10 أس 6 هرتز. أنا حولت من بادئة إلى الصورة الأصلية. كمان مرة، أول إشي بكتب تحت إن هاي بادئة ولا صورة أصلية؟ بادئة. والهرتز الصورة الأصلية. البادئة الموجودة عندي قديش؟ 42. هلا الميجا العامل الأسي أنا بعرف إلها 10 أس 6، بضرب 42 ضرب 10 أس 6، بكون هيك حولتها إلى الصورة الأصلية اللي هي الهرتز. 45 ملي أمبير إلى أمبير، أنا بدي أحول من وين لوين؟ برضو من بادئة، من بادئة إلى الصورة الأصلية، من بادئة إلى الصورة الأصلية. قديش البادئة الموجودة عندي؟ 45 ملي أمبير. أول إشي بحكي من بادئة إلى الصورة الأصلية، أنا حكيت من بادئة إلى الصورة الأصلية شو بعمل؟ بضرب. هلا بدي أشوف شو الموجود عندي البادئة اللي عندي اللي هي ملي، بروح على جنب، بكون أنا حافظ أن الملي تساوي 10 أس سالب 3، بحطها بقوس. هيك رح أضرب بإيش؟ أنا قلت لما أحول من بادئة إلى الصورة العلمية والصورة الأصلية بدي أضرب بالعامل الأسي للبادئة. قديش العامل الأسي للبادئة الملي اللي 10 أس سالب 3؟ 45 ضرب 10 أس سالب 3 أمبير، بكون هيك حولتها للأمبير. تمام؟ إذا من بادئة للصورة الأصلية رح أضرب بالعامل الأسي للبادئة، أنا بعرف العامل الأسي للملي 10 أس سالب 3، بضرب ب 10 أس سالب 3، بعرف إنه العامل الأسي للبادئة ميجا هي 10 أس 6، بضرب ب 10 أس 6 3. بدي أحول 26 ميكرو أمبير إلى أمبير، برضو بكتب تحت من بادئة، بدي أعرف أنا من وين لوين بدي أحول، من بادئة إلى الصورة الأصلية، من بادئة إلى الصورة الأصلية. قديش البادئة الموجودة عندي؟ 26، بحط ضرب. هلا شو العامل الأسي أو شو البادئة اللي عندي؟ هي المايكرو، بروح على جنب بكتب إنه المايكرو قديش؟ 10 أس سالب 6، المايكرو 10 أس سالب 6، يعني أنا بدي أحول من البادئة للصورة الأصلية رح أضرب بالعامل الأسي للبادئة. قديش العامل الأسي للبادئة اللي عندي؟ هي المايكرو 10 أس سالب 6، 26 ضرب 10 والسالب 6، بكون أنا حولتها إلى أمبير اللي هي الصورة الأصلية. تمام؟ إذا لما بدي أحول من بادئة إلى صورة أصلية رح أضرب الرقم اللي عندي بالعامل الأسي لهاي البادئة الموجودة. أنا البادئة الموجودة عندي ميجا، قديش عاملها الأسي؟ 6، 10 أس 6 بضرب في 10 أس 6. ملي بادئة، قديش العامل الأسي لها؟ 10 أس سالب 3، بضرب ب 10 أس سالب 3. المايكرو قديش العامل الأسي لها؟ 10 أس سالب 6، بضرب ب 10 أس سالب 6. طيب هلا يا تاسع، لو كان في عندي وحده اصليه بدي اضربها او احولها للبادئه، من وحده اصليه الى بادئه، هون بكون عارفه انا كيف بدي احول من الى، بقسم. اذا هاي ليش عندي؟ من وحده اصليه بدي احول الى بادئه، انا هون بدي احول من وحده اصليه الى بادئه. برجع للقاعده اللي انا كتبت لكم اياها، من الصورة العلمية أو الوحدة الأصلية إلى البادئة بدي أقسم على العامل الأسي، رح أقسم. بس أنا شو اللي عندي موجود عندي؟ اللي هو الملي. إيش هو الميج البادئة؟ الملي، أنا بكون عارف الملي تساوي 10 أس سالب 3،
بكتبها على جنب زي ما قلت لكم. من وحدة أصلية إلى بادئة بنقسم، ما بنضرب، بنقسم. صار عندي عكس، بنقسم على إيش؟ نقسم البادئة على العامل الأسي لها. شو العامل الأسي لها؟ 10 أس سالب 3، يعني 62 ضرب 10 أس سالب 5 على 10 أس سالب 3 هو يساوي 62 ضرب العشرة أس سالب 3 لازم تطلع عندي لفوق، هاي بتضلها زي ما هي. لما تطلع عندي العشرة أس سالب 3 لفوق رح تتغير إشارتها بتصير موجبة، ويساوي بتنزل 62 ضرب 10. في الجمع إيش بصير في الأسس؟ في حالة الضرب تجمع، الأسس في حالة الضرب تجمع. سالب 5 زائد 3 لما يكون عندي إشارات مختلفة معناته نجمع نطرح والإشارة للعدد الأكبر. سالب 5 زائد 3 بيعطيني سالب 2، بكون هيك حولت من أمبير إلى ملي امبير، تمام؟ بكون حولت من امبير الى ملي امبير. شو عملت هنا؟ قسمت على العامل الاسي. 62 ضرب 10 اس سالب 5 امبير حولتها لملي امبير، يعني من وحده اصليه لبادئه، من وحده اصليه لبادئه بقسم على العامل الاسي ما بضرب. هيني قسمت على العامل الاسي اللي هي ملي، بعرف انه 10 اس سالب 3 قسمتها على 10 اس سالب 3 وبعدين طلعتها عندي لفوق وكملت العمليه الحسابيه. كمان مثال، 25 ضرب 10 اس سالب 7 أمبير لميكرو أمبير. أنا بلاحظ من وحدة أصلية إلى بادئة، من وحدة أصلية إلى بادئة شو راح أعمل؟ برضو راح أقسم من وحدة أصلية لبادئة، راح أقسم. أقسم على شو؟ عندي هون البادئة مايكرو، أنا بعرف قديش المايكرو. المايكرو تساوي 10 أس سالب، عندي المايكرو تساوي 10 أس سالب 6، بحطها بقوس عشان اعرف احل. هلا هون من وحده اصليه لبادئه راح اقسم 25 ضرب 10 اس سالب 7 على 10 اس سالب 6 ويساوي 25 ضرب 10 اس سالب 7 راح تطلع عندي العشره لفوق وبتصير اشارتها في الموجب، ضرب 10 اس 6 ويساوي 25 ضرب 10 اس سالب 1 ايش؟ مايكرو أمبير. بكون هيك حولتها للمايكرو أمبير، تمام؟ إذا شو قاعدتي لما بدي أحول من بادئة إلى وحدة أصلية؟ شو يعني كلمة بادئة؟ حكينا عنها يا تاسع. البادئة اللي هي الميجا، الجيجا، الملي، الميكرو، ديسي، سانتي، نانو، هي كلها بادئات لأن كلها يعتبر مشتقات العدد 10 وأجزاؤها، هي كلها بادئات. أنا بدي أحول من بادئة لصورة أصلية بضرب بالعامل الأسي لهي البادئة. الميجا أنا بعرف 10 أس 6 بضرب. لو كان العكس بدي أحول من صورة أصلية من الصورة الأصلية للبادئة بقسم على نفس العامل الأسي، بس هاي المرة بتصير قسم. هنا كتبت لكم القاعدة، تمام؟ طيب يا تاسع، هلا في عندي كيف أحول إلى صورة علمية، خدنا عنها فكرة برضو. كيف بدي أحول للصورة العلمية؟ مثل ما احنا شايفين هنا في عندي رقم لازم أحول للصورة علمية، يعني بدي رقم صحيح ضرب 10 أس، يعني بدي أنا أدخل فيها العشرة ومضاعفاتها، تمام؟ يعني بدي أتخلص من الأصفار الموجودة عندي. هلا يا تاسع، مثل ما أنتم شايفين احنا بالطبيعة أو بالصورة الأساسية اللي احنا بنعرفها الفاصلة رح تكون موجودة عندي هون لأنه رقم صحيح، تمام؟ هلا أنا رح أحرك الفاصلة، رح أحركها لتكون عندي رقم صحيح اللي هي 474، أربعة صحيح و74. انا حركت الفاصل عند الاربع ضرب 10، هيك بحط اول شيء. هلا بدي اعرف 10 اس قديش. طبعا انا كانت الفاصل عندي موجوده هون وبعدين بدي امشي واشوف لوين وصلت بالفاصله، 1 2 3 4 5 6 بوقف لان انا حطيتها هون. قديش فاصل؟ 6 ارقام، بحط 6. هلا هون بدي اعرف ايش اعمل، تكون موجب ولا سالب. انا حاعطيكم القاعده، لما امشي من اليسار الى انه امشي عكسي يعني الى اليسار بضل العدد موجب، رح اكتب لكم اياها. عندما نتحرك من اليمين إلى اليسار، أنا هيك مشيت صح؟ تبقى الإشارة موجبة، الإشارة تبعت اللي فوق عند الأس. تعال نشوف هون كيف بدنا نمشي. أنا بدي أتخلص من الأصفار، بدي أمشي بالفاصل عند الستة. 6 و5 ضرب 10 هي 6 و5، قديش مشيت؟ 1 2 3 4، مشيت 4. هون سالب ولا موجب؟ انا مشيت من اليسار الى اليمين تحركت، بتكون الاشاره سالبه، يعني عكس لما امشي من اليسار الى اليمين راح تكون الاشاره سالبه. عندما نتحرك من اليسار الى اليمين تكون الاشاره
سالبة، يعني 10 أس سالب 4، تمام؟ هيك قصدي فيها سالبة. وهون رح نحلها، هون الفاصلة رح تكون موجودة، قلنا 5 و87 ضرب 10. كيف تحركنا هون؟ لهون كانت الفاصلة، هون تحركنا لهون. يلا نعد 1 2 3 4 5 6. أنا وقفت عند 6، تحركت من وين؟ من اليمين إلى اليسار، رح تضلها عندي الإشارة موجبة. إذا هون لما ما يكونش عندي فاصلة رح تكون عارف إن الفاصلة موجودة عندي على يمين الأرقام، لأنه هذا بيكون عندي رقم صحيح، تمام؟ يعني إنه مش عدد عشري. أما هون موجود عندي، رح أحركه لحتى أوصل للعدد الصحيح. لما أتحرك من اليسار لليمين بتصير إشارة عندي الموجودة عندي على الأسس سالبة، تمام؟ هلا في عندي هون من التطبيقات على استخدام ادوات القياس رح نحفظهم: مسطرة لقياس الطول، ساعة الايقاف اللي بنستخدمها للزمن للتوقيت، الميزان الحساس لقياس الكتلة سواء ميزان ذو كفة او ميزان ذو كفتين، تمام؟ هاي مهمين التطبيقات ثلاثة: المسطرة لقياس الطول، ساعة الايقاف للزمن، الميزان الحساس لقياس الكتلة. هلا اخر شيء في عندي بدي احل سؤال 3 صفحة 29، لانه برضه نفس الشيء على نفس الفكرة اللي هي الصورة العلمية. يلا يا تاسع، الفاصلة وين موجودة عندي؟ هون راح تكون، راح أحركها لعند الاثنين، بكتب أول شيء 2 و12 ضرب 10، هيك بخلص أول إشي بالسؤال. يلا نعد قديش تحركنا بالفاصلة، 1 2 3 4 5، بحط 5. هلا بدي أعرف موجب ولا سالب، بس أنا مشيت من وين؟ من اليمين إلى اليسار راح تضلها موجبة. هلا الفاصلة موجودة عندي هون، راح أحركها لعند الأربعة، 4 و7 ضرب 10 أس، 1 2 3 4، بحط 4، بس لو أنا مشيت عكسي من اليسار لليمين معناها الإشارة سالبة. اخر شيء عندي هون رح تكون الفاصله موجوده هون، 6.11 ضرب 10 اس، 1 2 3 4 5 6، تمام؟ 1 2 3 4 5. انا هون حركت الفاصله. طب لو انا مشيت، من وين مشيت انا؟ من اليمين الى اليسار رح تضلها الاشاره موجبه، من اليمين الى اليسار رح تضلها الاشاره موجبه، تمام يا تاسع؟ رح اصور لكم اياها هلا وابعته، ويا ريت نكتبه كله على الدفتر ونضلنا نمارس هاي التمارين، كتير مهمة اللي هي الصورة العلمية وكيف نحول من بادئة إلى الصورة العلمية، أو العكس من الصورة العلمية أو الوحدة الأصلية إلى البادئة. ويعطيكم ألف عافية تاسع.